ثانك يو. العفو. استاذ هشام. نعم. هو حضرتك طيارتك الساعه كام؟ بعد الظهر. طب ده لسه بدري. طب ما تتفضل اعمل لك كوبايه نسكافيه ولا حاجه. لا بصراحه ما كتير بدري، يعني انا جاي رح اوصل على الاوتيل اخد غراضي وطير على المطار. طب بعد اذنك يا استاذ هشام، ممكن تسجلي رقم تليفونك؟ يعني استاذ كريم يحتاجه اي حاجه، يعني اعرف اوصل لك. ايه اكيد. ممكن اسيبه؟ ايه ولو. ايه ده؟ ده لبناني. ما عندي غيره. او الرقم لبناني والله يخش موبايلي. والله شو بدي اقول لك، يعني الي شرف. مزداد بقى يعني مزد. ها خلص ما بعد الهم. يلا مشي. باي. مشي. مرسي مرسي قوي. باي. مرسي. يخرب بيتك شو مهضوم. خص عليك يا نايا. طمنيني انجي، وصل لهشام؟ يا حبيبتي وصل وكل حاجه تمام. ايه علي، بس انا زعلانه منك قوي. ليش يا حبيبتي؟ خلاص عليك يا نايا، مش كنت تقولي لي علشان اوضب نفسي؟ توضبي نفسك كيف يعني؟ تطلع زي القمر قوي يا نايا. في اهضم منك انت. خلاص عليك يا نايا.